والجمال والسناء والبهاء في رضاه في رضاه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه في رضاه. السلام عليكم أعزائنا الطلبة، نكمل وياكم سلسلة المحاضرات، ومحاضرتنا لهذا اليوم هي عبارة عن المركبات العضوية الهالوجينية اللي هي الكايل هالايد أو قد تسمى بالهالو الكام. الكايل هالايد are also known as هالو الكانز. الكايل هالايد are compound in which one or more hydrogen atoms in an alkan have been replaced by halogen atoms fluorine, chlorine, bromine or iodine. We will only look at compounds containing one halogen atom like the compounds below. Alkyl halide وهي أيضا تسمى بالهالو الكان، وأن هاليدات الألكيل هي عبارة عن مركبات تحتوي على ذرة واحدة أو أكثر من ذرات الهيدروجين في الألكان. Have been replaced ويمكن استبدال ذرة الهيدروجين هذه بذرة هالوجين، وذرات الهالوجين قلنا اللي هي عبارة عن X هي أما فلورين الF والكلورين Cl والبرومين Br والأيودين I. ومن هذه المركبات التي تحتوي على الهالوجين هي هذه الأمثلة عن مركبات الكايل الهاليد. عندنا مجموعة CH3CH2 هي عبارة عن الكايل اللي هي الR، أما الI هي عبارة عن الهالوجين اللي هو الإكس. إذن هو هذا هاليد الألكيل، أي إنه الR هي أي مجموعة ألكيل والإكس هي الهالوجين اللي هو عبارة عن كلور بروم فلور أيود وهكذا. هذا المركب نسميه الرقم، إنه هذه ذرة الكربون الأولى وهذه ذرة الكربون الثانية، إذن يسمى أيودو إيثان. أما بالنسبة لهذا المركب، هنا استبدلنا ذرة هيدروجين واحدة اللي هو عبارة عن إيثان، استبدلنا ذرة هيدروجين واحدة بذرة الهالوجين اللي هو اليود فأصبح أيودو إيثان. أما بالنسبة لهذا المركب CH3CH3 ووجود مجموعة Cl على ذرة الكربون الثانية، هذا هو كله عبارة عن الكيل اللي هو الR والCl هو الهالوجين. شلون نجي نسمي هذا المركب؟ هذه ذرة الكربون الأولى، ذرة الكربون الأولى، وهذه ذرة الكربون الثانية، وهذه ذرة الكربون الثالثة. نسميه من اليمين، الرقم من اليمين أو الرقم من اليسار هو إلى نفس المركب. ليش؟ لأن المجاميع الألكين المرتبطة على ذرة الكربون الثانية متماثلة. إذن ومجموعة الكلور معوضة على ذرة الكربون الثانية، فنسميه 2 كلورو بروبان. أما بالنسبة للمركب الأخير اللي هو عبارة عن 1 برومو 2 ميثايل بروبان، نجي عندنا هذه هي كلها مجموعة الكايل وهذه مجموعة الهاليد. فمن نجي نختار أطول سلسلة للمركب، سلسلة كربون للمركب، بعدين نجي نرقم ذرات الكربون من الأقرب تفرع اللي هي هذه 1 2 3، فنجي نسمي طبعا دائما ذرات الهالوجين الهاليد هي تاخذ الأولوية بالترقيم، فنسمي 1 برومو 2 ميثايل بروبان. ليش 2 ميثايل؟ وجود مجموعة الميثايل معوضة على ذرة الكربون الثانية فأخذ رقم 2، 1 برومو 2 ميثايل بروبان. بالنسبة لهذا المركب أو الصيغة، معناه أنه تصنيف ذرة الهالوجين نصنفها تصنيف أولي برايمري سكندري تيرشري، أولي أو ثانوي أو ثالثي. بالنسبة لهذا المركب، إذا ذرة الهالوجين ارتبطت بذرة الكربون وهذه ذرة الكربون ارتبطت بثلاث ذرات هيدروجين، إذا هذا المركب هو برايمري، إنه ذرة الهالوجين هي برايمري. أما إذا كان ذرة الكربون المرتبطة بذرة الهالوجين مرتبطة بمجموعتين ألكيل فهو سكندري،
وإذا كانت ذرة الكربون المرتبطة بذرة الهالوجين بثلاث مجاميع الكيل، إذن هو مركب تيرشري. وهسه نجي نوضحها بهذه التصنيفات. الكايل هالايد can be classified as primary, secondary و tertiary. يعني تصنف هاليدات الالكيل الى اولي وثانوي وثالثي. عندنا اول نوع primary alkyl halide. In a primary haloalkane, the carbon bonded to the halogen atoms is only attached to one other alkyl group. معناه بالهاليدات الالكيل الاولية، معناه انه ذرة الكربون المرتبطة بذرة هالوجين اذا كانت مرتبطة بمجموعة الكيل واحدة، اذا هو الهاليد الكيل اولي. معناه عندنا هذه ذرة الكربون، هذه ذرة الكربون المرتبطة بذرة هالوجين اللي هي هذه ذرة الهالوجين، هنا اخذناها بروم. اذا ارتبطت هذه ذرة الكربون المرتبطة بذرة هالوجين مجموعة الكيل واحدة، اذا هذا هو المركب برايمري الكايل هالايد. نجي هذا يسموه برومو ايثان. عندنا هذه ذرة الكربون المرتبطة بذرة كلور، ارتبطت هنا بمجموعة الكيل واحدة. ليش؟ لان عندنا هنا جروب ايثايل جروب، مجموعة ايثايل، إذن هو برايمري هالايد الكيل. معناته إنه هذه ذرة الكلور هي هاليد أولي. بالنسبة لهذا المركب الأخير، عندنا هذه ذرة الكربون مرتبطة بذرة الهالوجين اللي هو الأيود، وارتبط بمجموعة الكيل واحدة اللي هو عبارة عن أيزو بروبيل، إذن هو برايمري الكايل هالايد. التصنيف الثاني لهاليدات الالكيل هو secondary alkyl halide. In a secondary haloalkane, the carbon bonded with the halogen atoms is joined directly to other alkyl group that can be the same or different. هاليدات الالكيل الثانوية، معناه إذا ذرة الكربون ارتبطت ذرة الكربون المرتبطة بالهالوجين إذا ارتبطت بمجموعتين الكيل يسمى بالسكندري الكايل هالايد، هاليد الكيل ثانوي. عندنا هذا المثال، هذه يقصد عليها ذرة الكربون المرتبطة بذرة الهالوجين ارتبطت هنا بمجموعتين الكيل، قد تكون مجموعتين الكيل متماثلة. مثل عندنا هذا المركب، هنا عندي مجموعتين الكيل متماثلة اللي هي ميثايل جروب، ارتبطت ذرة الكربون فيسمى هذا المركب سكندري الكايل هالايد. المركب الثاني، ارتبط المجاميع الالكيل المرتبطة بذرة الكربون هي مختلفة ديفرنس، اذا تسمى هذه ذرة الكلور، ذرة كلور سكندري الكايل هالايد. والتيرشري الكايل هالايد، إن التيرشري هالو الكان، the carbon atom holding the halogen is attached directly to the three alkyl group, which may be any combination of same or different. هاليدات الالكيل الثالثية، معناه أن ذرة الكربون المرتبطة بذرة الهالوجين تكون مرتبطة بثلاث مجاميع الكيل معوضة على نفس ذرة الكربون، وقد تكون هذه المجامع الألكين متماثلة أو قد تكون مختلفة. مثال على هذه المركبات على تيرشري الكايل هالايد، عندنا هذا المركب، هذه ذرة الكربون المرتبطة بذرة الهالوجين اتصلت بثلاث مجامع الكيل، هذه مجموعة الألكين الأولى وهذه مجموعة الألكين الثانية وهذه مجموعة الألكين الثالثة. إذن هذا هو ذرة البروم، هنا تصنف على أنها تيرشري هالايد الكيل، وتكون هنا مجامع الألكيل كلها متماثلة. هذا إذا نريد نسمي هالمركب نسميه الرقم بالبداية
المركب 1 2 3، إذا نسمي اثنين برومو اثنين ميثايل بروبان. المركب هذا ذرة الكربون ارتبطت بذرة كلور، وذرة الكربون هذه اتصلت بثلاث مجاميع الكيل اللي هي عبارة، وهنا تكون مختلفة، عبارة عن مجموعة إيثايل ومجموعة ميثايل وكذلك مجموعة ميثايل أخرى، فتصنف هذه ذرة الكلور على أنها تيرشري الكايل هالايد. إذا أريد نسمي هذا المركب، أول ما نشوف المركب نختار أطول سلسلة كربونية عندنا، ومن أقرب تفرع هذه 1 هذه 2 3 4. ذرة الكلور موجودة على ذرة الكربون الثانية، وكذلك عندنا مجموعة ميثايل معوضة على ذرة الكربون الثانية. من نجي نسمي نقول 2 كلورو 2 ميثايل بيوتان. نجي هسه إلى type of dihalide، أنواع dihalide. عندنا مثلا بالمركب مو مجموعة هالوجين وحدة معوضة، يعني مثلا هنا بهذا المركب عندنا بروم وحدة معوضة على المركب، لا، بال type of dihalide يعني مجموعتين هالوجين، ذرتين هالوجين معوضة بالمركب، يعني نسحب ذرتين هالوجين نعوض مكانهم ذرتين هالوجين، وتكون على شكل نوعين، الجيمينال داي هالايد والفايسينال داي هالايد. يعني المتقاربة الجيمينال داي هالايد متقاربة، والفايسينال داي هالايد اللي هي المتجاورة. معنى نجي ناخذ تعريفه، الجيمينال داي هالايد تو هالوجين اتوم ار بوندد to the same carbon، معناه ان ذرات الهالوجين معوضة على نفس ذرات الكربون، على نفس ذرة الكربون. بينما الفايسينال داي هالايد تو هالوجين اتومز ار بوندد تو ادجسنت كاربونز، معناه ان ذرة البروم المعوضة، ذرات البروم او الهالوجين المعوضة على ذرات الكربون المتجاورة. وهذا اخذناه طبعا بالمحاضرات السابقة، وضحنا لكم الجيمينال والفايسينال، ونجي نعيده بهذه المحاضرة. عندنا مثلا هنا ذرة البروم، وهذه ذرة البروم الثانية معوضة على نفس ذرة الكربون. مثلا اقول لك هذا شنو، يا نوع من انواع الهاليدات، هل هو جيمينال لو فايسينال؟ انت تشوف انه مجاميع الهالوجين او البروم عوضت على نفس ذرة الكربون، اذا هذا هو جيمينال داي هالايد، معناه انه الداي هالايد متقارب. والفايسينال داي هالايد اللي هو ذرات البروم معوضة على ذرات الكربون المتجاورة. اذا نريد نسمي هذا المركب انه ذرات البروم معوضة على نفسها، نبدي بالترقيم، نختار اطول سلسلة كربونية، نختار من اقرب تفرع، هذا تاخذ رقم 1 وهذه تاخذ رقم 2، فنسميه 1 1 داي برومو إيثان. هذا المركب نسميه 1 2 داي برومو إيثان. الأيوباك نومين كلتشر أوف الكايل هالايد، تسمية الهاليدات الألكيل وفقا لنظام الأيوباك. The Ayopac name of alkyl halide are obtained by using the following. Number 1. Select the longest carbon chain containing the halogen atom and name the alkyl halide. نختار أطول سلسلة كربونية الحاوية على الهالوجين. Number the chain so as to give the carbon carrying the halogen atom the lowest possible number. ونبدأ بترقيم السلسلة الكربونية من أقرب تفرع لذرة الكربون الحاوية على الهالوجين. مثلا عندنا ناخذ هذا المركب اللي هو عبارة عن 1 كلورو بروبان، اللي هو أما بهذه الصيغة يكتب أو بهذه الصيغة يكتب. هنا معناه عندي مجموعة مثل، هذا شلون رسمناها، هاي CH
وهنا سي اتش 2 وهنا كذلك CH2 اللي هو نفسيته هذا المركب. نجي نختار أطول سلسلة كربونية، هذه أطول سلسلة كربونية تحتوي على 3 ذرات كربون. شلون نبدي بالترقيم؟ من أقرب تفرع لذرة الهالوجين منها نبدي 1 2 3. من نجي نسمي المركبات يقول indicated the position halogen atom by number and by fluoro، نضيف له الحرف O، fluoro chloro برومو or iodo. فنسمي هذا المركب على ذرة الكربون الأولى 1 كلورو بروبان. أما بالنسبة لهذا المركب الثاني أيضا نبدي بأطول سلسلة كربونية ومن أقرب تفرع الرقم ذرة الكربون هذه الأولى وهذه الثانية 3 4. نجي نسمي المركب 2 كلورو، ليش؟ لأن ذرة الكلور معوضة على ذرة الكربون الثانية فيسمى 2 كلورو بيوتان. أما بالنسبة لهذا المركب الأخير فنجي نسمي المركب، نختار أطول سلسلة كربونية اللي هذه السلسلة الخطية. أما إذا بدينا منها نشوف إيش قد رقمها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسه تقولون إحنا ليش بدينا من جهة اليسار وليش ما بدينا من جهة اليمين؟ ليش ما بدينا من جهة اليمين بالترقيم؟ ذرة البروم راح تأخذ رقم 4 وذرة المجموعة المثل هذه راح تأخذ رقم 8، فيكون التفرع بعيد عن الترقيم. وإحنا قلنا من خطوات الترقيم لازم نبدي من أقرب تفرع للمركب ويأخذ أصغر الأرقام. فنجي من نبدي؟ نبدي الرقم من هذه الجهة. فنسمي المركب دائما قلنا البروم يأخذ الأولوية، أي إن الهالوجين يأخذ الأولوية بالتسمية. فنسمي 6 برومو 2 ميثايل نونان. ليش نونان؟ لأن 9 ذرات كربون بالمركب. هنا عندي هذا لكم واجب give the compound، أريدكم تنطوني التسمية حسب نظام الأيوبلاك مثل ما قبل شوي شرحنا لهذا المركب وأيضا لهذا المركب. ننتقل الآن إلى الفيزيكال بروبرتيز اوف الكايل هالايد، الخواص الفيزيائية لهاليدات الالكيل. عندنا نقطتين مهمة للخواص الفيزيائية اللي هي السوليبيليتي وذا بويلينج بوينت ودرجة الغليان. هنا بهذه الخواص الفيزيائية راح تلاحظون اكو اختلاف جدا مهم عن ما ذكرناه بالبارافينات اللي هي الالكانات والأوليفينات الالكينات وكذلك الالكينات والأروماتيك كومباوند. عندنا أول نقطة السوليبيليتي الذوبانية أو الإذابة. All organic halide are insoluble in water and soluble in a common organic solvent بنزين إيثر etc. هنا معناه إنه كل مركبات all organic halide، كل مركبات هاليدات الألكيل هي غير ذائبة في الماء لكنها ذائبة في المذيبات العضوية الشائعة مثل البنزين والإيثار إلى آخره من المركبات العضوية. ثاني نقطة عندنا the boiling point اللي هي درجة الغليان. the boiling point of the organic halide increase as the size of the halogen increase molecular weight therefore the boiling point increase in the order. معناه درجة الغليان، إنه درجة الغليان لمركبات هاليدات الألكيل تزداد مع زيادة حجم الهالوجين. يعني كلما زيدنا الوزن الذري أو العدد الذري للهالوجين راح تزداد درجة الغليان. مثلاً وحسب التسلسل للهالوجين، حيث إن الفلور هو أقل
درجة غليان بينما الأيود هو أكثر درجة غليان. ليش؟ لأن الوزن الذري للفلور هو أقل من الوزن الذري للأيود. مثال للتوضيح، هذا غير مطالبين به، فقط للإطلاع. نوضح درجات الغليان. مثلا عندنا كلها مجاميع الألكيل كلها متماثلة، أي هي مجموعة ميثايل الكل المركبات، لكن اللي يختلف به المركب هو الهالوجين. عندنا هنا فلور و CH3Br و CH3Cr و CH3R. عندنا هذا المركب هو أقل درجة غليان من هذا المركب من البروم، وأقل درجة غليان من الكلور، وأقل درجة غليان من الأيود. ليش؟ بسبب الوزن الذري للفلور هو أقل، الوزن الذري أو العدد الذري للفلور هو أقل من الكلور، وكذلك الكلور هو أقل من البروم، والبروم أقل من اليود، وهكذا. Within homologia series, the boiling point also increase regularly with molecular weight. For example, مثلا عندنا هذا المركب boiling point، درجة الغليان عندنا هذا المركب CH3Cl و CH3CH2Cl وحسب مجاميع الألكيل المعوضة. وهذا أيضا المثال للإطلاع على مود نوضح درجة الغليان، حيث كلما تزداد مجاميع الألكيل المعوضة يعني المرتبطة ويا الهالوجين فإنه درجة الغليان راح تزداد. نجي إلى نقطة جدا مهمة اللي هي إنه هاليدات الألكيل لها درجة انصهار. الكايل هالايد have higher melting point than الكين because of، يقول إنه درجة الانصهار melting point، انتبهوا درجة الانصهار melting point وليس درجة غليان اللي هي boiling point. هنا نجي ناخذ melting point، يقول هي تكون درجة الانصهار عالية، أعلى من تكون درجة الانصهار أعلى من الألكان والألكين والألكاين. ليش؟ بسبب البولاريتي اللي هي القطبية والموليكيولار ويت الوزن الجزيئي. ليش؟ لأن من أجي أستبدل الهيدروجين الموجود بالألكان اللي هو العدد الذري إلى واحد، راح أستبدله بالهالوجين اللي هو العدد الذري إلى أكثر، فراح تزداد درجة فراح يزداد الوزن الجزيئي للمركب. وكذلك بالنسبة لقطبية الهالوجين دائما تكون أكثر من الهيدروجين. ننتقل الآن إلى preparation of alkyl halide، تحضير هاليدات الألكيل. عندي طريقتين لتحضير هاليدات الألكيل. الطريقة الأولى هي direct halogenation of hydrocarbons اللي هي الهلجنة المباشرة للهيدروكربونات. الهيدروكربونات احنا قلنا تشمل على الكان، الكين، الكاين، الاروماتيك كومباوند. فنجي هسه نهلجم كل هذه الهيدروكربونات ونحولها الى هاليد الكيل. اي اول نقطة الهالوجينيشن اوف الكان، هلجنة الالكانات. تتم هلجنة الالكانات بوجود الضوء والحرارة، الالترا فايوليت اللي هو الضوء والحرارة. عندنا أي مركب الكان مثلا قد يكون إيثان، ميثان، بروبان إلى آخره، انهلجنا بوجود الإكس 2، قلنا الإكس هو يا أما بروم، يود، فلور، كلور، وبوجود اليوبي الألترا فايوليت والهيد راح ينطينا اللي هو هاليد الألكيل الكايل هالايد، وهي ناتج ثانوي الـ HX. عندنا الهالوجينيشن اوف الكين، هلجنة الالكينات. عندنا هذه المعادلة العامة للتفاعل. ناخذ اي مركب الكيني اللي هو مثلا هذا المركب الالكيني، نسوي له عملية هلجنة بوجود الالترا فايوليت اللي هو الضوء والحرارة الهيت، راح ينطينا هذا المركب. كذلك بالنسبة يا أما نهلجنا بواسطة الألترا فايوليت اللي هو الضوء والحرارة، أو بوجود مركب CCl4.
راح نضيف هنا بالالترا فايوليت واللي هي تنظيف اكس وحده هالوجين، يعني ذره هالوجين وحده على المركب، بينما بوجود السي سي ال 4 راح نضيف ذرتين هالوجين على المركب. والطريقه الثالثه اللي هو اضافه الهاليد الهيدروجين المن الى المركب، وتكون بصوره ان سيمتريكال غير متماثله للالكينات او الالكينات، وتتم هذه الطريقه بواسطه قاعده الماركونيكوف رول. وذكرنا قاعده الماركونيكوف رول بالمحاضرات السابقه اللي هي محاضره الالكينات، حيث انه شنو تنص قاعده ماركونيكوف؟ عندنا هذا الالكين، عندنا ذره الكربون هذه غنيه بذرات الهيدروجين تحتوي على ذرتين هيدروجين، بينما ذره الكربون هذه تحتوي على ذره هيدروجين واحده، اي نسميها انه فقيره بالهيدروجين. حسب قاعده ماركونيكوف تقول انه ذره الهيدروجين هذه تذهب المن الى ذره، يعني من يحدث تفاعل بالمركب ووجود السي سي ال 4 تذهب الى ذره الكربون الحاويه على ذرات هيدروجين اكثر، اما الهالوجين وين يذهب؟ الى ذرة الكربون الحاوية على ذرة هيدروجين أقل. هذه هي قاعدة ماركونيكوف. وأكو أيضا قاعدة أخرى هي مضادة لماركونيكوف تسمى بالأنتي ماركونيكوف روف، بس ما راح نذكرها بالتفاعلاتنا، وهذا تحفظون التفاعل العام لكل من المركبات الهالوجينيشن أوف الكان والهالوجينيشن أوف الكينز. ننتقل الآن إلى الثالثة اللي هو الهالوجينيشن اوف الكاين، هلجنة الالكاينات. تتم ايضا هلجنة الالكاينات بواسطة الالترا فايوليت الضوء والحرارة، وكذلك بوجود السي سي ال 4. مثل التفاعلات السابقة يحدث التفاعل، ناخذ من راح يصير تفاعل الاكس راح تنتقل الى ذرة الكربون هذه ويطلع على، والناتج الثانوي يطلع على شكل اتش اكس اللي هو هاي المعادلة العملية للتفاعل. اما بوجود السي سي ال 4 حسب ذرات، اذا كانت هنا فقط الهالوجين اكس 2 راح تضاف كلها، هنا عندنا اربع ذرات هالوجين راح نضيفها لكل هذا المركب ويتحول الى الكان. نهاية احدى طرق تحضير الالكان. وكذلك بالنسبة للمركب الاخير اللي هو نضيف له الاتش اكس للمركب، ايضا بوجود ال CCL4 راح يعطينا هذا الناتج. اما النقطة الأخيرة اللي هي من هالجن الطريقة المباشرة لتحضير الهاليدات الألكيل اللي هي الهالوجينيشن of aromatic and alkyl benzene، هالجنة الحلقة الأروماتية وكذلك الكايل البنزين. المهم نجي ناخذ عندنا هذا المركب الاروماتي، حلقة اروماتية نفاعلها ويا الاكس 2 الهالوجين وبوجود الاف اي اكس 3 راح يعطينا تطلع من انا الهيدروجين وتجي مكانها ذرة هالوجين، يعني راح يتفاعل، يعني هنا مرتبطة ذرة هيدروجين، هذه ذرة الهيدروجين راح تطلع تغادر، وذرة الهالوجين راح تجي مكانها. اما الكيل البنزين نجي نفاعله انه يتفاعل هذا المركب اللي هو هذا عبارة عن الكيل وهذا البنزين، يتفاعل ويا من؟ ويا الهالوجين بوجود الالترا فايوليت والهيت. شلون راح يصير التفاعل هنا؟ عندنا السي اتش 2 معناته هيجي المركب راح يصير هذه سي هنا اتش وهنا H، يعني هاي وضحت لكم، وهنا ال R، وهنا تجي مرتبطة بها حلقة البنزين. هذه ال X راح تجي ال X2 راح تتفاعل ويا ذرات الهيدروجين، هذه الهيدروجين راح تطلع ويا ذرة الاكس على شكل حامض اتش اكس، وتجي مكانها ذرة الهالوجين راح تتفاعل، فيكون هذا الناتج للتفاعل.
عندنا الطريقة الثانية لتحضير الهاليدات الألكيل هي conversion of alcohol alkyl halide، اللي هو تحويل الكحول المن إلى هاليد الألكيل. Alkyl halide are best prepared from alcohol which are easily accessible. معناه أنه تحويل الكحول إلى هاليد الألكيل راح يتحول رأسا الكحول من إلى هاليد الألكيل. شلون يتم هذه التفاعل؟ هذا هي المعادلة العامة دي التفاعل. نحول إنه تحويل الكحول من إلى هاليد الألكيل شلون راح يتم؟ The hydroxyl group، هذه الهيدروكسيل group، مجموعة الهيدروكسيل of الكحول الموجودة بالكحول is replaced، راح استبدلها بهالوجين، بهذا الهالوجين on reaction with other concentrated halogen acid. يا أما شلون راح نستبدل مجموعة الهيدروكسيل الموجودة بالكحول إلى الإكس بهالوجين؟ تتم بعدة طرق، أما بوجود حامض هالوجين أسيد اللي هو هذا HX مركز، مثلا عندنا HCl HBr HI HF إلى آخره، أو بوجود الفسفورس هالايد اللي هو PX3 و PX5، يعني الفسفور متصل ويا الهالوجين، أي هالوجين ناخذه، أو بوجود الثايونايل كلورايد اللي هو SOCl2 اللي هو هذا رمز الثايونايل كلورايد. هسه أول طريقة اللي هي the preparation using concentrated halogen acid اللي هي هذه الطريقة الأولى، نجي ناخذها نشرحها. المعادلة العامة للتفاعل هي ال ROH الكحول ناخذه ويا من راح يتفاعل ويا concentrated halogen هذا ال HX، يعني أما HCl مركز أو HBr HI HF إلى آخره كما ذكرنا، ينطينا راح نستبدل مجموعة ال OH بمن بالهالوجين وتخرج جزيئة ماء كناتج ثانوي. عندنا المثال عالية اللي هو هذا المثال، هذا المثال عندنا راح أفعله ويا من ويا HBr اللي هو concentrated حامض البروميك، راح تستبدل هذه مجموعة الهيدروكسيل بالBr وتطلع جزيئة ماء كناتج ثانوي، هنا ما ذكرها اللي هو H2O، مو شرط تذكرونه، المهم تذكروا لي هذا الناتج الرئيسي يتفاعل. هذه الخطوة، هذه هي الطريقة الأولى، فاعلنا الـ ROH ويا concentrated halogen acid. الطريقة الثانية اللي هو preparation using phosphorus halide اللي هو راح نفاعله ويا هاليد الفسفور، قد تكون هاليد الفسفور يا أما PX3 أو PX5. General reaction اللي هو التفاعل العام، ناخذه يتفاعل الكحول ويا PX3 راح ينتج RX اللي هو هاليد الألكيل وكذلك حامض الفسفوريك أسيد. مثال، ناخذ مثال بسيط عن هذه المعادلة العامة للتفاعل اللي هو هذا المركب، راح أفاعله ويا PCl3 اللي هو هذا يا مركب، عندنا ذرة الكربون، ايش كم ذرة كربون؟ 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو الهبتانول، كحول الهبتانول. انفعله ويا PCl3 راح تستبدل الهالوجين ويا Cl وراح ينطينا هذا المركب اللي هو هاليد الألكيل، وكذلك هذا المركب الأروماتي راح أفعله ويا PBr الفسفور ويا البي ار، قلنا الاكس 3، اما كلور بروم فلور يود وهكذا، راح ينتج هذا المركب، نستبدل الهيدروكسيل بالبي ار يعطينا هذا الناتج. هنا الناتج الثانوي H3PO4 واللي هو حامض الفسفوري ينزل كناتج ثانوي. الطريقة الثالثة للتحضير اللي هو تفاعل الكحول ويا من؟ ويا SOCl2 اللي هو ثايونايل كلورايد، وبوجود البريدين كعامل مساعد راح ينتج من التفاعل
اللي هي هذه المعادلة العملية التفاعل تحفظ، والمثال عليها عندنا هذا الإيثانول المركب أفاعله ويا من ويا ثيانيد كلورايد اللي هو ال SOCl2، فراح تستبدل الهيدروكسيد جروب بمن بال Cl فينتج كلوريد الإيثايل إيثاي كلورايد وينطينا ال SO2 وال HCl كناتج ثانوي للتفاعل، وهذا هو الناتج ووجود البريدين هاي تنسوها كعامل مساعد. ننتقل الآن إلى آخر موضوع بالهاليدات الألكيل اللي هو تفاعلات هاليدات الألكيل reaction of alkyl halide. The reaction of organic halide are classified into three categories. تقسم أو تصنف تفاعلات هاليدات الألكيل إلى ثلاث فئات أو إلى ثلاث تفاعلات. هو النيوكليوفيليك سبستيتيوشن ريأكشن اللي هو تفاعلات التعويض النيوكليوفيلية، the general equation describing nucleophilic substitution of alkyl halide is، معناه أول تفاعل ناخذ أي نيوكليوفيلك، مثلا قد يكون هذا النيوكليوفايل اللي هو يا أما كحول أو قد يكون إيثر أو أمين أو NHR إلى آخره. هنا موضح لكم النيوكليوفيلك، هذه هي مجاميع النيوكليوفيلك اللي تحتوي على دائما مزدوج الكتروني بالمركب. يتفاعل ويا هاليد الالكايل هالايد فيعطينا هذا المركب اللي هو نيوكليوفيلك الكايل ويا من، وهذا الناتج الثانوي اللي هو الاكس. عندنا المثال على هذا التفاعل، ايش كم ذرة كربون؟ 1 2 3 4 5. عندنا هنا مجموعة البروم، اذا هو برومو بنتان راح افاعله ويا من ويا الكي او اتش اللي هو ديليوشن، كي او اتش معناه هيدروكسيد البوتاسيوم المخفف اللي هو هذا اختصار كلمة دي اي ال اللي هو اختصار كلمة ديليوشن معناه مخفف، كي او اتش اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم راح يتفاعل ويا من ويا هذا المركب. الكي او اتش قلناه هو شنو؟ نيوكليوفايل. ليش؟ هذا عبارة عن نيوكليوفايل مرتبط ويا فلز البوتاسيوم، احنا نريد هذا نفاعل او اتش ويا من مفاعله ويا هذا المركب. هذا البي ار راح يغادر ويجي يقعد مكانه الاو اتش فينتج هذا المركب الكحول. اذا التفاعل الاول اللي هو نيوكليوفايلك سبستيتيوشن ريأكشن اللي هو احد التفاعلات لتحضير الكحول من هاليدات الالكيل. التفاعل الثاني للمركب اللي هو الإليمينيشن رياكشن اللي هو تفاعلات الحذف. الكايل هالايد كان بي اندرغو إليمينيشن رياكشن الكتروفايل بروديوسينج ان الكين. هاليدات الالكيل راح تخضع علما لتفاعلات الحذف وينتج بالاخير الالكين. الجنرال إليمينيشن رياكشن المعادلة العامة لتفاعل الحذف اللي هي هذه، عندنا أي مركب هاليد الألكيل الكايل هالايد راح يتفاعل ويا البيس، البيس اللي هي عبارة عن قاعدة، أي قاعدة ناخذها بالمركب أو نجي نوضح القاعدة اللي راح ناخذها، راح يتفاعل ينطينا شنو؟ الكين، ينطينا H B و X إلى آخره. هذه نواتج هي ثانوية، إحنا علينا بهذا المركب اللي راح ينتج. هنا راح يتكون نيو باي بون ان الكين، هذه اللي هي اصرة باي واخذناها باول محاضرة وضحنا انواع الاواصر. هنا اصرة مزدوجة هي عبارة عن باي بوند، واذا كانت اصرة مفردة هي عبارة عن السيجما بوند. عندنا هذه المعادلة العامة للتفاعل تحفظ ونجي نوضح عليها الامثلة. عندنا القاعدة شنو راح ناخذها؟ هنا راح ناخذها يا اما الهيدروكسيد، قاعدة هيدروكسيد
أو قاعدة الكوكسايد اللي هو الـ RO. عندنا هذا المثال عالية اللي هو عندنا 2 برومو بنتان راح يتفاعل ويا من؟ عندنا هذه قاعدة الـ KOH وعندنا C2H5ONA أو نستخدم الـ PHONA وكذلك بوجود الحرارة والكحول. يعطينا بالأخير الألكين، وكذلك بالنسبة لهذا المركب اللي هو 1 كلورو 2 2 دايميثيل إيثان راح يتفاعل وياها بوجود هذه القاعدة وكذلك بوجود الكحول والحرارة، يعطينا هذا المركب الألكيني. هذه معادلات التوضيح فقط، وتحفظ المعادلة العامة للتفاعل. نجي هسه إلى التفاعل الثالث والأخير اللي هو عبارة عن reaction organic organometallic compound reduction اللي هو اختزال المركبات العضوية الفلزية أو تفاعلات المركبات العضوية الفلزية. The alkali metal اللي هو lithium, sodium, potassium and the alkaline earth metals magnesium, calcium together with zinc are good reducing agent. اللي هي تفاعل الفلزات الأولى اللي هي الزمرة الأولى اللي تشمل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وكذلك فلزات المعادن الأرضية اللي تشمل الزمرة الثانية اللي هي عبارة عن المغنيسيوم والكالسيوم معا وبوجود الزنك، اللي هي تعتبر كعوامل مختزلة جيدة. أول شيء ناخذ الاختزال بوجود الألكالين إيرث ميتلز اللي هي الاختزال بواسطة الفلزات الأرضية القلوية، أول شيء بواسطة formation of Grignard agent اللي هو التحضير بواسطة كاشف Grignard اللي أخذناه بتحضير الألكان تفاعلات الألكان. عندنا RX ناخذ أي هاليد الكيل الكايل هالايد وبوجود المغنيسيوم والدراي إيثر الإيثر الجاف راح يكون RMGX هذا المركب، وكذلك إذا كان هذا المركب الكيل إذا كان وجود مجموعة أريل اللي هي أي مجموعة أريل مثلا بنزين إلى آخره اللي هو الأروماتيك الكايل هالايد، وهنا أريل هالايد وبوجود أيضا المغنيسيوم والدراي إيثر راح يعطينا هذا المركب، وقلنا إن الإكس هي أما كلور وبروم يود فلور إلى آخره. هذا التحضير الأول. هنا استخرجنا من عنده شنو، حضرنا من عنده هذا الكاشف وكذلك هذا الكاشف. إذا نجي نعامله ويا الماء باستخدام الماء الـ H2O راح يعطينا هذا المركب الكان، وكذلك وجود مركب ثانوي. إذا عاملناه ويا الـ ROH أيضا ينطي الكان وكذلك الناتج الثانوي، وإذا عملنا هذا الكاشف بوجود الإلكان يعطينا أيضا هذا المركب وهذا المركب كناتج ثانوي. هذا بالنسبة للاختزال الألكالين إيرث ميتل بواسطة كاشف Grignard. إذا هذا التحضيرين للمركب. عندنا الاختزال الثاني اللي هو reduction with alkali metal اختزال المعادن الفلزية بوجود الزنك، اللي هو أول شيء reduction by zinc metal and acid or by metal hydride اللي هو ناخذ أي الكايل هالايد اللي هو هذا الكايل هالايد، هاي مجموعة الألكايل وهذا الهالايد بوجود الزنك وكذلك بوجود الحامض اللي هو الـ H موجب شحنته موجبة ينطينا الألكان، وهذا يعتبر هو أحد الطرق لتحضير الألكانات ووجود والناتج الثانوي للمركب اللي هو ZnBr. كذلك التفاعل الثاني، هذا التفاعل اللي هو برومو بيوتان وجود الـ LiAlH4 والإيثر ووجود الحامض اللي هو عبارة عن مزيج فلزي بالإيثر والحامض
الهيدريد، الميتال هيدريد اللي هو ليثيوم ألمنيوم هيدرايد، يعطينا بالأخير الألكان. النوع الثاني للريدكشن ويذ الكالي ميتال اللي هو ريدكشن باي صوديوم ميتال كفرنج رياكشن، اللي هو الاختزال بواسطة فلز الصوديوم أو ما يسمى بالتفاعل الازدواج. عندنا أي الكايل هالايد ناخذه نفاعله ويا فلز الصوديوم راح ينطينا بالنتيجة الألكان. هنا ناخذ من عنده موديوم 2 على مود يعطينا الألكان، وكذلك ناتج ثانوي اللي هو عبارة عن صوديوم برومايد. والتفاعل الأخير للمركب اللي هو اختزال بواسطة ليثيوم داي الكايل كوبريت ثنائي الألكيل، وهو ما يسمى بكاشف جيلمان، اللي هو شنو هو؟ ناخذ عندنا هذا المركب اللي هو CH3CH2 by 2 CuCl I اللي هو عبارة عن شنو هذا؟ كاشف جيلمان داي الكايل ليثيوم كوبريت، والنحاس اللي هو الكوبر والليثيوم، وكذلك بوجود هاليد الألكيل اللي هو هذا ميثايل برومايد راح ينطينا المركب اللي هو عبارة عن الألكان. وهذا يعتبر أيضا هو أحد طرق تحضير الألكان بواسطة كاشف، يا أما بواسطة كاشف جيلمان أو تفاعل الاختزال بواسطة فلز الصوديوم، وكذلك بواسطة فلز الصوديوم بوجود الحامض، أو بواسطة الإيثر وبوجود الليثيوم ألمنيوم هيدريد والحامض راح ينطينا بالنتيجة الكل اللي هو الألكان. وهذه كل المعادلات تحفظ وطرق التفاعل. لهنا انتهت المحاضرة السابعة، وأتمنى للجميع الصحة والموفقية والنجاح.